نبدأ بقى أخبارنا ونروح لفريقنا والأهلي اللي بيقترب من الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الخامس على التوالي بعد فوزه أمس على حرس الحدود. ده بثنائية نظيفة سجل الهدف الأول الحاوي وليد سليمان، ده كان في الدقيقة 85، وبعد كده كان طبعا 1-1 زي ما احنا شفنا وتابعنا بينه وبين جونيور أجاي، كان جول حلو بصراحة جدا. ده كمان قبل أن يسجل محمد مجدي هنا أفشل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة بقى من زمن المباراة. يعني كده فاضل تقريبا 8 نقاط بإذن الله ونحصل، أو نقدر نقول كده أن احنا تم تتويجنا ببطولة الدوري. وبعد كده أعتقد يا كريم مفروض بقى الأهلي يبتدي يركز في البطولة الإفريقية، وإن شاء الله برضو يكون الفوز للنادي الأهلي لأن عنده مشوار وعنده مباريات مهمة الحقيقة. طيب اللطيف بقى والجدير بالذكر أن في لقطة حلوة تعتبر متكررة بشكل ملفت للنظر في مباريات النادي الأهلي في الدوري العام السنة دي. في إحصائيات اتعملت وفي حسابات اتحسبت نتج عنها إن حوالي 45% من أهداف الفوز سجلت في الربع ساعة الأخيرة. ده طبعا غير إن المارد الأحمر يعتبر هو ملك ملوك البلاس 90 من زمن المباريات، وبالمناسبة الأهداف اللي بيجيبها مش حتى أهداف عادية في مباريات عادية، لا ده دي جوال بيخلص بيها مباريات وبينتزع بيها بطولات كمان. طبعا ماتش امبارح كان الى حد كبير نقدر نقول عليه ان هو كان مقفول حبتين، بس الحقيقه التغييرات اللي اجراها ريني فايلر استطاعت ان هي يعني تتخطى شويه الحواجز والعراقيل اللي كلنا شفناها في الملعب، وبالتالي التربو على عرش الدوري برصيد 68 نقطه. ونتابع مع حضراتكم.